بعد توقف اضطراري فرضته الجائحة عطلة للجميع، انطلق البرنامج الأسبوع الماضي يستهدف صيفا نحو 90,000 طفل في مخيمات قارية. الوزارة الوصية تراهن على تحسين ظروف إقامة الأطفال. حسن الحمادي في روبورتاج فاضل سعدوني. حناجر الأطفال تهز سكون المخيم الدولي الغابة الدبلوماسية بطنجة بعد إغلاق اضطراري لأكثر من سنتين بسبب الجائحة، واليوم يستعد الأطفال والأطقم المؤطرة لمنح المكان نشاطه المعتاد. المخيم اللي هو يعتبر مخيم وطني بمواصفات اللي هي تقريبا شبه دولية، يحتوي على ست فضاءات الحمولة ديالو توصل إلى 800. واليوم بهذه المناسبة ديال الافتتاح ديال العرض الوطني للتخييم، الأطفال ديالنا كانوا متواجدين بالافتتاح بكل فرح وسرور وانسجام. زيارة ميدانية للمسؤولين للوقوف عند مدى جاهزية هذه البنية وغيرها من فضاءات التخييم التي بدأت نشاطها يوم الجمعة الماضي طبقا للبرامج التي سطرتها الوزارة الوصية. بالطبع الهدف منها هو نشوفوا يعني بعينينا واش الامكانيات اللي توفروا المخيمات وصلت لعند الاطفال، واش كاين هناك نقص، واش العمل اللي كيقوموا به الاخوات والاخوان وحتى الجمعيات الشركاء عندنا في هذا المجال وصل داك الشيء يعني للاطفال ديال المغاربه. يراهن المسؤولون عن القطاع على تحسين ظروف التخييم والرفع من عدد الاطفال المستفيدين من هذه المخيمات والذين يمثلون مختلف مناطق المغرب.